السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف أعرض لكم اختبار لمادة اللغة العربية للصف الخامس الفصل الدراسي الثاني. عندنا في البداية هنا زعموا أن حمامة، طبعا دائما في البداية يعطون فقرة وحتى أسئلة في أول سؤال يسمى النصوص القرائية. زعموا أن حمامة كانت تفرخ في رأس نخلة طويلة ذاهبة إلى السماء، فكانت الحمامة تشرع في نقل عشها إلى رأس تلك النخلة، وإذا فرغت من النخل باضت ثم حضنت بيضها، فإذا انشق البيض وانكسر وأدرك فراخها جاءها ثعلب قد علم حالها، فوقف بأصل النخلة فصاح بها وتوعدها أن يرقى إليها أو تلتقي إليه فراخها. بينما هي ذات يوم وقد أدرك لها فراخ، إذا أقبل مالك الحزين فوقع على النخلة، فرأى الحمام كئيبة، قال لها: ما لي أراك كاسفة البال سيئة الحال؟ فأخبرته بأمر الثعلب وتهديده. قال لها: ما مالك الحزين، إذا أتاك ليفعل ما تقولين قولي له لا ألقي إليك فراخي، فاصعد إلي وغرر بنفسك. فلما علمها مالك الحزين طار فوقع على شاطئ نهر، وأقبل الثعلب وصاح كما كان يفعل، فأجابته الحمامة بما علمها مالك الحزين، فقال: أخبريني من علمك هذه؟ فقالت: مالك الحزين. توجه الثعلب حيث أتى مالك الحزين على الشاطئ النار، فوجده واقفا، قال له: يا مالك، إذا أتتك الريح عن يمينك فأين تجعل رأسك؟ فقال: عن شمالي. فإذا أتتك عن شمالك؟ فقال: أجعله عن يميني أو خلفي؟ قال: فإذا أتتك الريح من كل مكان أين تجعله؟ قال: أجعله تحت جناحي. قال الثعلب: كيف تجعله تحت جناحك؟ أرني كيف تصنع. فأدخل الطائر رأسه تحت جناحه فوثب عليه الثعلب فأكله، ثم قال: يا عدو نفسه، ترى الرأي للحمامة وتعجز عن ذلك لنفسك؟ عندنا هنا وردت في الفقرة الأولى كلمة بمعنى أسفل النخلة، وهي ماذا؟ وهي أصل النخلة، وهي أصل وهي أصل النخلة. فرأى الحمامة كئيبة، مضاد كلمة كئيبة هي ماذا؟ سعيدة. ما المشكلة التي تعرضت لها الحمامة كما فهمت من النص؟ طبعا هنا مجيء الثعلب وتهديده للحمامة للصعود إليها وأكل فراخها. قدم مالك الحزين الحمامة نصيحة للخروج من مشكلته. هنا استخرجها: لا ألقي إليك فرخي، فاصعد إلي وغرر بنفسك. أخبرت الحمامة الثعلب أن مالك الحزين هو الذي علمها بالحيلة. ما النتيجة المترتبة على ذلك؟ ذهاب الثعلب إلى مالك الحزين وافترسه. عندنا ما الخطأ الذي وقع فيه مالك الحزين؟ أدخل رأسه تحت جناحيه. أدخل رأسه تحت جناحيه. عندنا هنا الشخصية والصفة. صفة الثعلب إنه ماله مكار، خ
خداع، ذكاء، غادر. أما مالك الحزين يحب مساعدة الآخرين، قليل الخبرة، الطيب وغيرها. كثير من الأشخاص يقدم النصيحة لغيره ولا يلتزم بها شخصيا. ما نصيحتك لهؤلاء؟ طبعا عليهم أن يطبقوا النصيحة على أنفسهم ويعلموا بها قولا ويعملوا بها قولا وفعلا، ويكونوا قدوة للناس، مما ينعكس ذلك على من حولهم والمجتمع. فإصلاح النفس هو إصلاح المجتمع. الآن ننتقل إلى قصيدة نصائح طبيب. وردت في الأبيات السابقة لفظ تدل على تجاوز الحد. ما هي تجاوز الحد؟ وهي يفرط. وهي ماذا؟ يفرط. فراقب صحة البدن المعافى. كلمة البدن مفرد، جمعها ماذا؟ جمعها أبدان. جمعها أبدان. الآن ننتقل للسؤال اللي بعده. يرى الشاعر في البيت الأول من الأبيات السابقة أن الجسم أثر على العقل. طبعا هنا ارتباط بعض البعض. فسلامة العقل مرتبطة كما يراها الشاعر بسلامة الجسم. عندنا هنا يحرص الشاعر في البيت الثاني على توظيف ألفاظ مترادفة. عندنا هنا ماذا؟ معتلاً اللي هي سقيماً، صحة، عندنا معافى. تعد أخي إنجازات عظيمة. ما الدلالة على ذلك؟ دلالة على حب الشاعر لمن ينصحهم وأراد الخير لهم وشدة قربهم من نفسه. زيارة الطبيب عند ملاحظة أي عرض ضروري صحياً للسيطرة على المرض. استخرج البيت الدال على ذلك. طبعاً هنا البيت السادس الدال على ذلك. رقم 6، ووزنك ليس يفرط في ازدياد. ما النصيحة التي أراد الشاعر إيصالها من خلال العبارة التالية؟ هنا من خلال هذه العبارة، طبعا هنا البيت السادس، عفوا هنا البيت صار شوية لخبطة، هنا البيت السادس. أما هنا لماذا ووزنك ليس يفرط في ازدياد؟ من نصيحة الشاعر اللي هي الاعتدال. الاعتدال في ماذا؟ في الوزن، وعدم الإفراط في الأكل. طبعا هنا يقوم الطالب بإكمال الأبيات التي تلي البيت. ذات يوم يا رفاق بعد أفراح الأهالي. كذلك عندنا هنا تطبيقات اللغوية. اقرأ الفقرة التالية ثم أجيب. حتى زمن قريب ساد الاعتقاد أن الجبال عبارة عن قطع صخرية كبيرة تستقر على سطح الأرض ولا وظيفة لها. فاكتشف العلم حقيقة أشار القرآن إليها في قوله تعالى والجبال أوتادا. فكانت الجبال أوتاد تمتد إلى باطن الأرض على أعماق متفاوتة تبعا لارتفاع الجبل، كما أن الجبل ليس ثابت بل تتحرك لكن حركتها طفيفة. فسبحان الله الخالق الجبال. استخرج من الفقرة السابقة خبر للحرف الناسخ. عندنا خبر للحرف الناسخ هو ماذا؟ هو طفيفة. فعلا ناسخا من أخوات كان، عندنا ليست. أعرف ما تحته خط الجبال والعلم. طبعا الجبال جاءت بعد أن، فنقول اسم أن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. أما العلم جاءت بعد فاكتشف العلم، عفوا
هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أضبط الأشكال بين القوسين، عندنا الباطني مكسورة وهنا تنوين فتح. أكمل بوضع الإجابة الصحيحة، تدخل الحروف الناسخة على الجملة الإسمية فيصبح المبتدأ ماذا؟ منصوبا. يا أيها الناس إن وعد الله حق، يفيد الحرف الناسخ إن، يفيد ماذا؟ يفيد التوكيد. عندنا ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة، تعرض الأواني الفخارية للحرارة العالية حتى تصير صلبة قوية لا تنكسر. اسم الفعل الناسخ تصير هي ضمير مستتر. كان الغيوم، كأن الغيوم حجاب أسود. هنا أضبط الصحيح للعبارة السابقة، هنا كأن الغيوم، كأن الغيوم حجاب أسود. أدخل الفعل الناسخ أصبح في جملة مفيدة. طبعا هنا نكتب أصبحت مصادر الطاقة متنوعة. الآن ننتقل للسؤال اللي بعده وهي الإملاء والترقيم. هنا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نسوي شرطتين، من دعا إلى الهدى كان له من الأجر والثواب. أيضا هنا نكمل الشرطتين، وأخيرا وهنا نضع الفاصلة وهنا نضع الشرطتان. استخرج من الفقرة السابقة اسم منتهيا بالألف المقصورة. اسم منتهي بالألف المقصورة عندنا هدى. فعل منتهي بألف الممدودة، بألف الممدودة عندنا دعا. ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة، شرب العطشان من المنبع حتى ارتوى. سعى المسلم في حاجة أخيه، كتبت الألف المقصورة في الفعل سعى، عندنا كتبت ماذا؟ يا. علامة الترقيم التي توضع بين الجملتين تكون ثابتة، سبب الأول اللي هي ماذا عندنا؟ الفاصلة المنقوطة. عندنا هنا صوب الخطأ الإملائي في المثال التالي مع بيان السبب: الإسلام ملتقي السعادة ومنهج العلا. طبعا الصواب عندنا ملتقى السبب، لأنها لم تسبق بيا. طبعا يكتب الطالب هذا بخطه الجميل هنا. وانتهت الأسئلة، أتمنى نشر هذا الفيديو لطلاب الصف الخامس لتعم الفائدة وكذلك الاشتراك في القناة. وشكرا لكم على حسن الاستماع، وانتظرونا في